كيس ام بودكاست سبور اكسبرس. صباح النور. الترجي موجود زي ما البارح في دبي الإماراتية، عمل المرحلة الأولى من رحلته الطويلة في اتجاه أوديل نيجيريا. أحوال الوفد والملاعبية وأكثر تفاصيل على الرحلة من عند مبعوث موزايك فهمي البرهومي. فهمي صباح النور. صباح الخير اسكندر، صباح الخير كل من يسمع فينا على موزايك فهمي. كما قلت الترجي التونسي موجود في اللحظات هذه في دبي بعد ما البارح خرج من تونس تقريبا مع الأربعة بتأخير ساعة على متن رحلة عادية بعد 6 أسابيع من السفر، ورحلة كانت طيبة. الترجي يوصل 9:30 بتوقيت تونس، وبتبيع في دار يعني أن الملاعبين يكونوا مرتاحين يكونوا فرهدين. إدارة الترجي خيرت ولكن برنامج حاضر من قبل أنهم يغادروا المطار ويمشوا يتحاولوا النزل يقيموا فيه الليلة هذه من أجل راحة الملاعبين. كان متوقع أنهم مش يعملوا حصة لزيادة الإرهاق، لكن الإطار الفني كذا تبين معلول خير أن الملاعبين يبقوا على راحتهم يرقدوا ويشبعوا بالنوم ويقوموا في عقلهم من غير حتى جهد، من غير حتى تعب يسحب على الطاقة وقت اللي بيوصلوا بها لنيجيريا. الترجي باش يغادر اليوم دبي بعد ما ارتاحوا تقريبا الملاعبين اكثر من 10 ساعات. رحلة في اتجاه لاغوس باش تكون 11 بتوقيت تونس، مالي ساعتين هنا بتوقيت دبي. الانتظار الوصول منتظر تقريبا 7 بتوقيت تونس، هو اللي هو 7 بتوقيت لاغوس. غادي يكون شبات الليله الترجي في لاغوس، متوقع انه باش تكون حصه لازاله الارهاق الليله اللي قبل المقابله بالنهار. باش تكون الحصه التدريبيه الاولى والاخرى على ارضيه ملعب المقابله في مدينه اوجبو دي اللي تبعد 140 كيلومتر على لاغوس. الأمور كلها حاضرة بالنسبة للترجي اللي يدخل مرحلة مهمة من الشامبيونز ليج الإفريقية من أجل الدفاع على اللقب نتاعو لبقيم عند الحارس معز بن شريفية. أنا مدة معنا ملي عملنا كاليفيكاسيون فاز بول، كنا مرحلة جديدة توتونا صفحة البطولة الحمد لله. معنا كملنا الأولى صحيح معنا شي خسرات، نتو معنا البداية تكون المقابلة هذه نتو أحسن بداية تكون معنا راقب الانتصار شحلنا برشا إفريق وبرشا جدا كبير إن شاء الله. الترجي عنده برشا ما جابش انتصار من ديبلاس مونيت يعني من دومي فينال عملية والكونتر الكونتر ولا صحيح من تاعنا مبدايدة ما يجبناش فيكتوار مقابلة هذه نتاو معنا بشكل معنا مقابلة صعبة خاطر الفريق النيجيري بشكل معنا أول مقابلة جدنا نحن. أي فريق شلعب الترجي هو حامل اللقب شاحسب له ألف حساب نتاو معنا فما غادي كدي كونديسيون صحيح معنا تيران تارتون كيف تقانا كيفي فما تبليك هذا ما يمنعش اللي نحن فترة بناش نجيب تغابو إن شاء الله. كان هذا معز بن شريفية يقول الترجي فهمي ظهر لي تعب واضح في رحلة دبي، ممكن باش يكون أكثر في بقية المراحل من هنا حتى لنوصل الوفد الأودي النيجيري. ديجا نأكد لك سندر من تونس دبي لا بأس، لأنه سرتو أنا الأولاد باتوا ليلة في دبي نتصور لحد الآن لا بأس، لكن ممكن التعب والإرهاق باش يظهر وقت الوصول لنيجيريا. وأكيد أنه الإطار الفني تاع الترجي والمعدل البدني خلى الجبل محضرين كل شيء باش أنه الترجي يلقى روحه نهار الأحد ماضي 3 حاضر كما يلزم كما عودنا وقت ما يواجه فريق تنشان ستارز النيجيري. مبعوث موزايك فهمي البرهومي شكرا ليك وإن شاء الله نهارك زين. شكرا. بتوال موجود من البارح في الجزائر في العاصمة الجي، اليوم الانطلاق في اتجاه شلف وين يلعب غدوة الفريق مقابلته ضد أولمبيك الشلف الجزائري في أولى مقابلات النجم في تشامبيونز ليج 2012. مبعوث موزايك عبد السلام ديفالا موجود مع النجم ويعطينا آخر أخبار الفريق. عبدو مرحبا بك. صباح النور اسكندر، صباح الخير للسادة المتابعين الكل. بالفعل النجم الرياحلي من البارح في العاصمة الجزائرية الجزائر في انتظار تقريبا بعد ساعتين من توا يتحول وفد الفريق على متن الحافلة إلى مدينة شلف في اتجاه المغرب على حدود يعني مش بعيدة على حدود المغرب تقريبا 200 كيلومتر بعيدة على العاصمة الجزائر، والمباراة غدوة 9 متاع الليل. الأمور 5-5 بالنسبة للنجم الرياحلي البارح كانت حصة تاع فيديوناج مشاهدة للفريق المنافس. أكيد الأخبار حلوة في النجم من البارح في الليل بعد تأكد مشاركة لاعب النيجر موسى مازو مؤهل يعني موسى مازو للعب مع النجم واليوم يخلط مع رئيس النادي ويلتحق بوفد الفريق. كذلك بلال بن مسعود منتظر أيضا اليوم يتأكد أمر تأهيله مع الفريق للمشاركة. وبلال بن مسعود كنا في درجة حلوة معه خاصة أنه هذه أول رحلة مع النجم وخارج تونس وأول مباراة منتظرة مع النجم كان معه كذلك في الدرجة هذه. جروب اي جروب موج انت ان شاء الله الانتجراسيون تكون فيت في ان شاء الله بريس كان جوريت كل نعرفهم لعبت كونترام نعرفهم صحابي انا نصور باش ان شاء الله ندخل فيت في الجو. شكون اقرب واحد ليك؟ اقرب واحد في شجرة بريس كيف ناسيونال معنا 5 سنين كارير معايا ان شاء الله ديما كنز ان شاء الله. شنو هي كنز هذه؟ ما نعرف كنز لويز مش كنز ما نعرف عليه
شو لقيت كنز في الإتوال معناها؟ بيانسير في الإتوال وفي في الدنيا فات كنز. كنز بالحق راجل القديه رجولي كما يقولوا. إن شاء الله ما يلقى مني كان الخير وطوب زناج أصحاب القديه. بالنسبة للكاليفيكاسيون بتاعك يعني سيبان كل شيء مريقلة؟ والله نورمالمون صعيب برشا بشخط الماتش هذا. ما الماتش الجاي في الترابي نبدا حاضر. مازال هما يعرفوه زادة. أنا كان باش نلعب ولا كان باش نخلط إن شاء الله كان المدرب يلقاني نحاول ندخل نعاون صحابي. كان واحد في الجروب معاون بالكلمة البيئة إن شاء الله. فهد شنو الإضافة اللي نجم يقدمها لك؟ لا هي أول حاجة إن شاء الله يدخل في الجروب كما يلزم. أنا واحد من الناس نعرفه من قبل عندي ثقة فيه. إن شاء الله ربي يجيبه في سواب إن شاء الله يحقق اللي يحب عليه هو واللي يتمناه. اللي هو إن شاء الله يمشي بعيد وإن شاء الله اللي جاء عليه معناه يقدم الإضافة اللي تستنى فيه جمهور الإتوال ولا جمهور تونس كيف. شكون ينبر عليك يمشي بعيد معناه يبعد على الإتوال حسب ما فهمت. هو أخونا العمراني هذاك ما يزالش. خلي ينبر كما يحب أخو صحيب هذاك. كان هذا بلال بن مسعود المنتدب الجديد للنجم. معاها كان فهد شقرة وضحكة باهية ظهر لي عبده في وسط الجروب قبل مقابلة كما هي. الحق يعني الأجواء جيدة والروح الدعابة كان حاضر. الأجواء ممتازة صراحة في وفد النجم الرياحي. الأمور كل 5-5 أكيد إن شاء الله بالتوفيق للكورة وعلى الميدان في المباراة غدوة. وأكيد مع مضي ساعتين اسكندر نرجع بأكثر تفاصيل وأخبار أخرى عن رحلة النجم. إن شاء الله نكون مباشرة من مدينة الشداد باش تحضر المباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعتين لرابطة الأبطال الإفريقية. شكرا لك عبدو مبعوث موزايك للجزائر لتغطية مقابلة النجم الرياضي الساحلي وأولمبيك شلف. شكرا لك عبدو وإن شاء الله نهارك زين. أسعد الأيام. منتخب السيراليوني هي منافس منتخبنا في آخر الأدوار الترشيحية الكان 2013 لكرة القدم في جنوب إفريقيا. للي بش يكون أيام 7-8 وإلا 9 سبتمبر في فريتاون. الرتور أيام 12 وإلا 13 وإلا 14 أكتوبر في بلادنا. نحكي على الميركاتو في الإفريقي والبداية بالاتفاق المبدئي اللي كان البارح بين هيئة الفريق وهيئة الشبيبة لانتداب لاعب الشبيبة علي العابدي بعد ما تفهموا على المبلغ الجملي لانتقال للاعب. نقعدوا مع الكلوب وخالد السويسي من المنتظر يمضي اليوم عقد بثلاثة مواسم مع النادي. هذا بعد ما تم الاتفاق الرسمي بين زوج أطراف البارح. ماهر عامر مهاجم ترجي جرجيس يرجع اليوم لتونس بعد ما عمل اختبارات في بلجيكا بالتحديد مع نادي رويال شارلوروا البلجيكي.